شكري لها دكتور. العربية اللي جابتك هتوصلك مطرح ما جيت. وصل الدكتور يا سلام. لو كنت فاكر ان اللي عملته هيشفع لك عندي تبقى الرصاصة لعبت في دماغك مش في كتفك. جاري معلم فودة، مش انا اللي اطلب شفاعة من حد ولا نخ قدامه. اللي انت فيه ده اللي انت فيه ده ما جاش بالصدفة. العملة اللي انت عملتها في بضاعة المعلم عرابي هي اللي جريتنا لدكتور. سبق وفهمت. بضاعة عرابي دي كانت جايه على اسمي، بس انا كنت حابس تمنها لحد ما اشوف لي صرفه معاك. لما لقى اتصرفت افتكرني باكلها عليه، عمل عملته وجت في حضرتك. طالما جت في حضرتي يبقى مالكش فيه. انت بقى تقعد تتفرج وتسمع وتستنى خبره يجيلك. اربط عندك بقى يا سيد وكفايه كده. الله، انت فاكر نفسك ايه؟ قلبت السوق على معلمين وعامل نفسك كبير وانت لسه اخضر. انا لحد الاخر مكبر ابوك وعايد نفسي عنك كرامه ليه. لكن لو انت بقول لك يا معلم فودة، حل روحك على ابويا وسيرته اللي لا بيني وبينك. ماشي ماشي يا سيد ابو خرست، تمامك عندي اللي سبق وامرتك بيه. حق البضاعه فيها غرامتك في ظرف يومين مش اكتر، وإلا عليا الحرام علق لك صاحبك في اوسخ خطاف عندي في المجزر، وهبعت لك جدته نساير تفرق منها على كلاب السكك. يبقى انت كده هبت منك وجيت مع اللي ما بيرحمش. صلاح هيرجع وصاغ سليم كمان، وبضاعتك تنساها ومالكش مليم عندي عشان ما تخلقش بني ادم لسه اللي له دراع سيد بوخارست. يا عمر عملت كده ليه؟ فارق معاك قوي اللي جرالي؟ لا ما تتكلمش معايا كده. طلع يا اخويا كل اللي في عندك من غير لف ولا دوران. انا امك واكتر واحدة عارفك في الدنيا. عارفاني؟ بأمارة ايه؟ بالقشين بتيجي تلمهم لي كل شهر؟ ولا بالشويتين اللي تيجي تقعديهم معايا وتبقى عايزة تمشي؟ يا حبيبي انت مالك؟ فيك ايه يا عمر؟ انا تعبت ياما. مش هقولك انك وحشتيني، ولا هقولك ان ابنك اللي بترجع حضنك، هقولك ان عيل ضايع نفسه يتربى وسط ناس كويسين. خديني يا ست ربنا يسترها. أنا جدع أوي راجل وعجبك، مش مهم حد تقول لهم أنا مين، إن شاء الله تقول لهم إن عيل يتيم بتربي. بس ما تسيبنيش أنا، ما تسيبنيش. أصلك يا عم يوهن ما تقولش الكلام ده. طب وارحم تقولي أنا بقدر أستحمل. ليه يا عمر؟ ليه يا حبيبي بتقول لأمك الكلام ده؟ أخصى عليك، هتبقى أنت والدنيا عليا. خلاص يا حبيبي خلاص، اديني بس يومين شويه وقت قد كده يا اخويا وانا هدبر حالي وهاخدك من هنا. والله يا حبيب قلب امك، خلاص انا وانت هنعيش مع بعض. ماشي اتفقنا. برضه ما لقيتوش؟ سالت عم سلطان قال لي ان هو شافه مع المعلم فودة، جايز راحوا مشوار بقى وهو ده اللي اخره. مشوار؟ طب انا راضيه ذمتك، اخو كده عنده دم يسيبني كده متلفحه في فرحتي ويروح يتسامر مع الاسوء اللي مسواش. الحمد لله على السلامه يا ناصر. الله يسلمك يا اخوي. ايه ده؟ هو انتوا لسه ما خلصتوش؟ سيد في مشوار وتليفونه مقفول وخلاص القلق كل دماغنا كلنا. مشوار ايه؟ قولي انت بقى، ده يرضي ربنا وانت سايباني في يوم زي ده؟ يا اختي اخرجي من نافوخي، هو انت مش لاقيه هتدوري عليا؟ يا سيد كنت فين؟ ايه يا سيد كل ده؟ مش تطمنا عليك؟ حصل ايه بس؟ في حاجه يا سيد ولا ايه؟ انت كويس يا اخويا؟ مال وشك؟ انا تمام مفيش حاجه. يلا على وقتكم، يلا هعمل لك كوبايه شاي. تعالى ميسا عايزك. تعالى. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. بس يا ميسا ما تلاقيش، انا تمام. أنا كل مضايقني إن أنا بوظتلك الليلة بتاعتك. بس ملعون أبو الليلة، المهم إن أنت بخير. وحياة أبويا هعملك ليلة أحلى من دي 30 مرة. يا سيد يا
يا سيد ده انا بترجاك من الدنيا دي كلها ومش عايز غيرك. طب ولازمتها ايه يابا؟ ما كنا نخلص وقتي. انا هرش المعلم فودة عمل كده ليه؟ ليه يا قوي زمانك؟ عشان ما حدش يحقه في اللي عمله بعد كده. يعني المعلم فودة اخويا خايف من شويه جرابيع زي الواد ده وصاحبه ولا ايه؟ وشرف امك، لا انت ويك صاح يا معوض الكذب. امي يا حيلة امك، على حرام من ديني لنفخك يا صلاح ابن سلطان. طب هات اخرك بقى يا كلب قبل ما يجي يومي واجيب انا اخر. لا يا ما انت بتعرف تجيب من الاخر. هو انت فاكر ان صاحبك هيرفرف عليك من السقف يخلصك من ايدي ولا ايه؟ خلاص بقى يا معوض، خلاص بقى يا جدع. طب علان حرام اول ما اقوم من هنا هاكلك جنيه طيبك على الارض يا كلب. يا ما انت راجل يا ما بتعرف تاكل جنيه. انا براجل وفكني وانا اوريك. حرام من ديني لعلقك انت وصاحبك هنا. يلا يا بقى يا ابن الكلب. بس يا ابن سلطان النسوان يا كلب. عالي قوي يا رب. بطلتي تاخدي الدواء ولا ايه؟ دواء؟ هو الدواء هيعمل ايه ولا ايه يا اخوي؟ ده انا الدنيا كل يوم بتديني جف انا احمل قبله. والله ما تقلقي على سيد، الحمد لله اطمنا عليه. انت ما بتكلمش على سيد، بتكلم على كل حاجه. الدنيا متعشمه فينا بزياده واحنا في حالنا، قافلين علينا بابنا لا عمرنا طمعنا في رزق مش بتاعنا ولا تبطرنا على نعمة يا دوب مكفيانا. معلش يا نصر، الصبر. الصبر طول عمري مقضية بقية حياتي صبر. مش مهم، تسلم ايدك يا اخويا، مش عايز نعمل لك حاجة. لا يا حبيبتي شكرا. بالعافية أنا بقى. شوف يا صاحبي، معلم عربي دوت ولا هو ابن امبارح ولا محدوف علينا، ده معلم ومقصر على ابوه زيك كده وانت والمعلم جد الله. امال ما كبرش ليه زي فودة؟ ومين قال لك انه صغير؟ شوف المعلم فودة فين، هتلاقي ده لازق جنبه على طول. بس المعلم فودة ربنا مبارك له حبتين، جنب السجارتين يحط لك الجنيه، عشان كده الغلبان بيدعي له. طب وعربي ده سكته ايه؟ من ناحيه انا سامع ان كل رجالته بلدياته وقرايبه، ما بيدخلش حد غريب في وسطيه. وهو ده اللي حميه، ما بيخطيش خطوه غير وهم لازقين في رجليه، بس برضك ليه القنه بتاعته اللي يقعد فيها بعيد عن اي نواش ياخد مزاجه. وانت عايز تشبط معاه؟ والله يا بيبو بفكر، اصل شايف ان هو متسيط على فودة. الطبليه بتاعته واسعه يعني، عنده كل حاجه، حشيش تلاقي، بانجو، ماكس، عنده كل حاجه، والناس دي بقى اللي تقدر بجد، مش كده ولا ايه؟ عداك يابا عداك. مشكله المعلم فودة ان هو ماشي بدماغه وراكن اخوه تحت الحوض لحد ما دماغه هتاكله. ما ده عيبه بقى، ما كل ما تاكله هتزيد مشاكله. تعالى بقى قول لي سكته ايه. اقول لك واخرتها معاكي يا ميزه. اخرتها في ايه؟ ما انا زي الفل قدامك اهو يا بنت، بقى لك نص ساعه بتلفقي في القميص. يا ده انا كان زماني فكيته وفصلته. هات اوعي كده الدبوس، هو لا منه ولا حاجه من ريحته ولا ايه؟ يا بنت يا خايب، ده قميص احمد مش حبيب القلب. يا خيبتك يا ساميه. بصي لي هنا يا بنت، انا دونا عن الناس دي كلها الوحيده يا اختي اللي حاسه بيكي. ما تعمليش في نفسك كده، الدنيا عماله تعدي على الناس كلها تعين فيها، ما تقفش غير في الغلبان اللي زي تقول له فرحتك فين، عشان تجري عليها وبقلب جامد تدوس عليها مرة واثنين وثلاثة لحد ما تكسر نفسه. عارفة يا بنت، كدبك ده هو اللي موديكي في داهية بقى. انت غلبانة انت يا بنت؟ ده انت قادرة وعينك وسع الحل. انت عارفة يا نصرة، كل مرة كان يجيلي فيها يقولي ما تزعليش يا حبيبتي هنعديها النوبادي عشان اي حاجة، ما كنتش بسمع منه غير كلمة واحدة بس، حبيبتي. مع اني بيني وبين نفسي عايزه اقول له لا يا النبادي يا بلاش، ما اقدرش. بحبه يا نصر. ورحمه امي يا بنت، ده انت نور عينيه، بس هو ظروفه وحشه شويه.
عارفه لو كل النسوان بتستجدع مع رجالتها زي والنبي ما كان ولا راجل بص بره ولا اتجوز على امراه ولا فضل غير مره واحده عانس ونكديه غير انا. ايه ده؟ ما تقوليش على نفسك كده، ده انت ست البنات. يا بنت الهبله، على طول نسيتي موضوعك وقلبك وجعك عليا قوي. ايوه يا اختي، انت حبيبتي واختي وماليش غير. هو انت يا بنت تبني شلق ودماغك طايره مني؟ بس مفيش زي حنيه قلبك. تعالي يا موقوسه. يا رب يا رب يجعل فرحتك على قد حنيه قلبك قادر كريم. الليله سيد طلع مش سهل معاه زي ما كنا حاسبين. فكرك يعني عشان ما جابش ثمن البضاعه لحد دلوقتي؟ اوه، ومسقع لصاحبه اللي اسمه صلاح اللي مرمي عندنا زي الخروف ده، عامل فيها قلبه ميت. دي حلاوه روح مش اكتر. هو زمانه دلوقتي بيفرفر، بيقلبها يمين وشمال زي عدي من المزنق اللي زنقته له. اسمع طيب، مش هوصيك، اوعى الواد ده يغب على المخزن ويعلم عليك. علم عليا؟ ليه معلم ولا خروف ولا ايه؟ انا ساعتها اجيب رقبته تحت ايديك والمؤاخذه يعني تسمي وتذبح. لا بكره بالكتير وهيظهر، ساعتها هسويه على هادي بمزاج. اللي يا معلم موضوع جدلنا ده، انت مكبر الواد بخارست علينا بسببه جامد، وبعدين الراجل ميت بقاله سنين يعني، ولا هو الموضوع في حوار؟ هو ده وقت وانت راخر خلاص، طالبه معاك ربط نسوان قوي وناسي عربي الكلب. عملته معايا ايه يا طيب؟ امانه معلم، امانه تتظبط. لحد امتى؟ انت هتقعد تقول لي كده لغايه ما تجي لي رصاصه ثانيه؟ ساعتها مش هتخيب. مين ده يا معلم؟ ده انا علاء الحرام من ديني ورحمه امي، اشق نصين دمه يطرطش في وشي لو فكر بس بايديا. لازم ارد على اللي عمله ده بايديا، رديت للسوق ويسمع. هيحصل يا معلم، وشرفك لا يحصل. اسمع طيب، وديني لو زاغ منكو لاذبحكو خروف خروف واكلكو زباين المصمط. الحرب فاهم؟ حرب. السوق كله لازم يعرف ان فضل اصبر نابو مفيش ازرق منه، ويا ويل اللي يهود ناحيته ولا يعض فيه. ماشي ماشي يا بيب، خلاص لو جد في الامور امور كلمني. ياد خلاص بقى ما تهريش، هكلمك بعدين. يلا انطر. سلام سلام. انا بنت في ايه؟ سحباني زي الجاموسه كده ليه؟ اكيد عايزه حاجه. عاوزه. عايزه ايه؟ عاوزه عربيه. عايزه عربيه؟ بس والله والله ما هاخد منك غير المقدم بس. لو النبي، طب الاقساط مين اللي هيدفعها؟ هدفعها من جمعيه نصر. جمعيه نصر؟ بس طبعا لازم تكون زيرو. كمان زيرو؟ امال ايه يعني؟ يرضيك يعني ان اختك تروحي ميكانيكي؟ لا ما يرضينيش طبعا. طيب شفت؟ وبعدين العربيه دي مش تبقى بتاعتي لوحدي، اي حد عايز يروح مشوار هديها له. لو النبي. والله. طب عيني في عينك اهو، يعني لو حد من اخواتك قال لك هات العربيه تديها له؟ لا طبعا، هديله حق التاكسي. طول عمرك نادله وجبانه. هي يا سيد، قلت ايه والنبي؟ ماشي، عينيا يا ستي. حبيبي يا اخوي، حبيبي ما يحرمنيش منك ابدا يا رب. انا كنت فاكره يعني انك فاكره ايه؟ جرى ايه؟ وانا عمري ما خلت عليكي بحاجه. ده انت من ساعه ما اتولدت على ايدي ومحدش عارف ياخدك مني لحد النهارده. يا بنت ده انا ابوك اللي انت عمرك ما وعيت عليه ولا شفتيه، ده لو موجود لحد النهارده ما كانش حبك قدي. عارفه يا اخوي، عارفه والله. بس هقول لك على حاجه وما تزعلش مني. قولي. زمان كنت انت اقرب واحد ليا في البيت ده، ورحاب واحمد ما انت عارف على طول مع بعض وسرهم لبعض. ونصر من كتر خوفها عليا كانت بتقسي قوي عليا. اما انت حضن ابويا اللي بستخبى فيه. زمان لما كنت باجي من المدرسه كنت بتناديلي وتقولي تعالي واحكي لي، وانا كنت بحكي لك وما بخافش منك. بس لما سافرت رجعت واحد تاني ما اعرفوش، والدنيا خدتك مني يا سيد، ما اعرفش ليه. ولما انت شايفه ان الدنيا خدتني منك، ما قلتليش انت ليه ونادهتي عليا عشان اشوفك؟ ما انا جيت لك اهو وندهت عليك وشفتني، فرحت قلبي بجدعنتك يا اخويا. Thank you.
ورحمه ابويا لو كنت مكتوب لو كنت كنت امك. بس بقى يا اخويا ولقيتني طالعه من الكباريه جاري وما حسيتش بروحي غير وانا في الشارع ببدله الرقص، لولا واحده من البنات ربنا يسترها لبستني العبايه. معلش تتعود الليله. انت فاكرني زعلانه يعني؟ زي ما يكون ربنا عمل اللي في بالي. استغفر الله العظيم يا ربي. سبب للواد صلاح خطفته ورمى الوليه في الطل وحطني في سكتها عشان ما اركبش الصلاه واتبهدل. حكايه صلاح دي اللي حكايه. الواد ده باينه عليه فقري كده. ده كان بينه وبين العيال اللي انا بعتهم له ساعه زمن، لولا فوده بدر عياله شويه وخلصوا. بس هتروح فين يا فوده؟ لكلؤه. بعت له ايه وعيال ايه؟ انت كنت عارف اللي هيحصل له؟ وانا اعرف منين يا ولية؟ ما فك نفسك انت من المواضيع دي، وزي ما انت قلت دلوقتي ربك بيسببها من عنده. ولو اني مش قاريه اللي في نفوخك الليله دي، بس خدها مني. لو ناوي تعمل حكم دار بسيفين وتجيب حق الولا صلاح، حل روحك بدري بدري، ما انتش قد فوده وعمايله. مين ده اللي مش قده يا ولية؟ انت الحجرسه هيقعد ماغك ولا ايه؟ ومالك اتحماتي كده ليه؟ ايوه ما انتش قده، انا اللي عارفاه، ده راجل سوي وما يهداش ولا يرتاح له بال غير لما يحن ايديه بالدم. وانت شايفاني ايه؟ يا لهوي يا بلبل، والنبي ما تزعل مني، والنبي ما تزعل. خلاص بقى يا راجل، ده انت الحنيه كلها، مع انك واطي وقرصتك سم، بس بردك غلبان وما يتخافش منك. اقول اللي ما يتخافش منه ما يجيش اصعب منه. ولا عشت وشفت اليوم اللي بيعايرني بيه على اللي كان بينا. الواد مش شبهك ولا في شبه مني. بيرقصوا يا اخويا ملوش قرار. ما كفاهوش يا اخويا انه بيأذي كل اللي حواليه، لا كمان بقى بيأذي نفسه. الملجأ حالفين لا يحطوا في حديد، عايزين ادفع الفلوس اللي كسر بيها الحاجة، وانا كنت بحوش لمين؟ كله في الاخر ليه؟ ما تخافش ما تخافش، مش هسيبه ابدا. ده هو الحاجة الوحيدة اللي فضل لي منه. خالص ده اللي هو ازاي يعني؟ يعني كورس مكثف في التمثيل لمده اسبوع، وبعد كده دور في مسلسل في رمضان اللي جاي. انت بتتكلم بجد؟ امال انت فاكره ايه؟ لا ده مش اي دور، انت هتتبروزي، هتبقي النجمه. انا بجد مش عارفه اقول لك ايه يا اياد. لا انت ما تقوليش اي حاجه. انت بتعمل ايه؟ انت بس يا ايه كده، احنا لازم. انت اتجننت يالا ولا ايه؟ اتجننت؟ اتجننت ايه يا ماما؟ انت فاكره نفسك ان انت هتبقي نجمه كده بالسهل؟ انت فاكرني ايه؟ انا غلطانه اتعاملت مع واحد زباله زي يونيا.
أؤمر يا معلم. الأمر لله. بس الست أم صلاح يعني أصلها كانت حكيت لي على اللي أنت عملتيه معاها، فقلت الواجب يعني إن أشكرك على اللي عملتيه وعلى عطلتك ليلتها. تشكرني؟ تشكرني على إيه بس يا معلم؟ هي كانت جيرت امبارح، دي عشرة عمر وأنت قادر. آه طبعًا عارف، بس برضه الواجب إن أنا أشكرك. طب يا سيدي وصلت، بس الواجب برضه بيقول إن اللي عايز يشكر حد يروح له لحد ما تراحه، ولا أنت ما تعرفش مكان يا معلم؟ لا عارف، عارف مكانك طبعا، بس ما تخزنيش يعني الشغل والقهوة، وما تخزنيش في الكلمة. انت ست عايشة لوحدك، ودخول الرجالة وخروجهم عندك كتير مش حلو لسيرتك. جرى يا اخويا، هو انت موقفني عشان تشكرني ولا عشان تنقرزني؟ وبعدين مالها سيرتي؟ بيتي منفذ على الشارع والرجالة رايحة جاية عليه، واولهم المحروس ابنك وصاحب ابو خارست ونبيل شريكك في المخروبة دي. حلوه سيرتي كده يا ست؟ انا ما قلتش حاجه، انت حر. لا قلت، وانا فاهمه قصدك كويس، بس الست اللي مش عاجباك سيرتها دي هي اللي لحقت مراتك وشريتها وقت عوزة، ومش مراتك بس، لا المنطقه كلها والكل يشهد، عشان انا ست صح وبفهم في الاصول يا معلم يا ابو الواجب. يا ريتني لو وقفتك ولا شكرتك. مغاوه لي نفس الكلام والله. يا بنات، ايه يا نصر؟ في حد خد فلوس من الدولاب؟ وهنعرف منين ان في فلوس في الدولاب اصلا؟ ما تدوري كويس. امال راحت فين بس يا رب؟ هما كانوا كام طيب؟ 8000 يا حبيبتي، عدتهم كذا مره، ناقصين 1300 جنيه. ما احنا قلنا لك 100 مره تبقي عارفه انت بتودي فلوس فين، مش ماشيه بالبركه كده. يا اختي نقطيني بسكاتك وغوري من وشي بقى. طب صلي على النبي بس، تعالي نحسبها مع بعض. السلام. دلوقتي انت مش من مده اشتريتي طقم الحلل اللي طلع في التلفزيون ده؟ يا اختي ب 299 جنيه، كده يبقى فيه 300 جنيه. يبقى فاضل باكو يا اختي. اهدي بس، تعالي نفكر كده ونفتكر ونحسبها يا نصرة بالراحة، هنعرف. طب يا اختي. بقول لك ايه طيب، ما تشغلنيش. ما تجيب اخرك بدل ما انت رايح جاي في الكلام. على ايدي، على ايدي يابا، انا جالك في مصلحتك وربنا. مصلحتي؟ ما فيهاش يا طيب، المصلحة بيني وبين معلمك بقت عاملة زي المقص، الفردة اللي تروح في ناحية تزق التانية عكسها، واللي يتحط في النص يتشق نصين. انت صح، بس الكلام ده لو انا جاي اوفق. على الطلاق انت فاهمني غلط يا جدع. بص يا ابن النصرية، انا فكرت مع معلمي من ياما، وشفت ليلة زي اللي انت عاملها مع فودة يجي الف ليلة وليلة زيها، وفي كل مرة تمامها بيبقى رقبة صاحبها. وبعتك بقى تبخ البقين دول عشان اترعش انا، مش كده؟ يا جدع على الطلاق المعلم هيعرف اني جاي لك، وبعدين انا مش جاي طيب بينك ولا مؤاخذة، انا جاي اقول لك تبت يابا زي ما انت في مكانك، انت صح. بقول لك ايه، ما تجيب الخلاصة، عايز ايه؟ يابا انا جاي لك في النهاية، انت اللي مش عايز تسمع الطيب. بص يا بوخة، في الكار بتاعنا ده اللي بيحط ايده على حاجه خلاص فينش بتبقى بتاعته، وهو ده اللي مش عوض المعلم منك ومجننه. وهقولها لك تاني يابا، زي ما انت اوعى تتحرك واوعى تديله حاجه، واذا كان على الواد صلاح صح. لا فكك من صلاح، الواد صلاح ذكر ويستحمل، والمعلم بتاعك مش هيعرف يعمل اي حاجه طول ما البضاعه تحت ايدي. صح. انت بقى طيب هتستفيد ايه غير خسارتك لمعلمك؟ عشره ونسب. عشره ونسب؟ امال انت مفكر ايه؟ المؤاخذة البت ميسا دي مش لحمي ودمي، على الطلاق مرضى بنقطة دم واحدة بس، تنزل من أهلي وناس يا جدع. ماشي، طالما حلفت بالطلاق مصدقك، بس حط في دماغك طيب إن أنت اللي رميت نفسك في سكتي، ما تخليش بقى شيطانك يوسك عشان ما ترجعش تزعل مني. طب شغل مراوح قلبك من ناحية شوية يا أبوها، وعلى الطلاق بكرة الأيام تعرفك مين هو أحمد الطيب. طيب. فلوس دي منين يا آية؟ ايه ده؟ انت اتخبلتي في مخك ولا ايه؟ فلوسي طبعا. بطلي كدب بقى، انا شفتك كنتي بتاخديهم من دولاب نصر. انت ليه بتعملي كده في اختك؟ يا بنتي حرام عليكي، اختك شقيانه بالفلوس. وانت جايه تديني درس في الادب صح؟ انا اللي خدتهم يا رحيم، وهاتي اللي عندك، ولا تكونيش فاكره ان انت بتلوي دراعي عشان ما اقولش لبخاريست على حكايتك انت وصلاح ونبقى كده خالصين. لا يا روحي، لو عايزه تروحي تقولي لنصر يلا روحي. يلا روحي، مستنيه ايه؟ انت ليه فاكره كل الناس زيك؟ انا مش عايزه الوي دراعك ولا حاجه يا ايه، ومستحيل اصلا افكر في حاجه زي دي. يا ايه انا خايفه عليكي، ومش عايزاكي تعملي اي حاجه غلط. لا يا شيخه، عموما متشكره يا اختي، والفلوس دي اي كلام وانا هرجعها تاني، لكن الغلط في اللي بيحصل ما بيرجعش زي زمان.
يا اخويا يا اخويا انا قربت اشيب من كتر العجز اللي محاوطني. هدول يا اولاد. لو النبي يا اخويا انا ما اقصدش حاجه وحشه. ده انت سيد الناس وتاج راسي من فوق. انا بس قصدي ان انا جبت الناحيه يعني من كل حاجه، المطرح والحاره والخلق اللي بنصطبح بيها كل يوم. ده حتى يا اخويا الحيطان شققت من كتر غلبها. ده كان على الحيطان. انا هتفق لك مع الواد ظريف ان يجي يديهم لك وشين كده زهزهم لك. يا اخويا انت بتسجدني والسلام. انا عايزه نطلع من هنا خالص، نطلع من ام البيت ده على ام الحارة ونعيش زي الناس بقى. لا بقول لك ايه، انا مش هطلع من الحته دي غير وانا على ظهري يا عدم مواصل. يا اخويا ومين قال بس ان احنا نطلع بره الحته؟ انا قصدي نطلع في الوسعاية، ناخد لنا شقه كده جديده من الابراج اللي اتبنت جديد في اول السوق. اه ان كان كده سيبيني انا ادورها في دماغي يومين كده، واللي في الخير يعمله ربنا. اه لا كده يبقى في الصلنصية ابو اشرف. ابو اشرف؟ اشرف مين؟ اشرف، اشرف سلطان ابنك. كنت مأجلة لك يعني الموضوع ده لحد ما الليلة تخلص وتنتهي. انا حامل يا معلم، زرعتك بتكبر في بطني بقالها شهرين. طب احلفي ولو رحمة ابوكي ورحمة الصحين قبل الميتين. سلام، أنت كريم أوي يا رب. الحمد لله. طب وحياة جمالك وحلاوتك، لهنيكي أنا إيمان ما تهنيت واحدة بره مصر، وهجيب لك مطرح يغطي فرحة قلبي والفيد. يا قمر أنت يا وش السعد. أنت كريم يا رب. لا قول لي يا سيد، مش ناوي تحن على البيت وتلم الليلة بدل اللي باظت؟ اشتكت لك؟ بلا نيلة، هي بتعرف تشتكي دي حبيبتي، كانت ما في قلبها وساكتة، تلاقيها حتى ما بتعرفش تقول لروحها. انا شفت بنات كتير وقليل زي البت دي ما شفتش. عارف يا نصر، بس على ايدك من ساعة ما وعيت وانا راكب على الدنيا وهي سايقاني مش عارف موديني لفين، لا عارف انزل ولا عارف اشد اللي جاي واروح في السكة اللي تريحني، هعمل ايه بس؟ يا حبيبي يا اخويا انت شايل اللي راح واخدك. طب اسمع مني الكلمتين دول وارميهم ورا ظهرك. الفرحه ساعه تيجي ساعه ما تجيش، وحتى لو جه ما بيقعدش كتير. عامل لها مؤاخذه زي التلج لما تمسكها في ايدك تفتكر انها هتفضل طول العمر، وهي بتسترسل تفتح ايدك تلاقيها فاضيه عيد اختك. ايه ده؟ بقى انا اللي شايل؟ لا ده انت اللي شايله ومعبيه كمان، في ايه؟ يوه بتفك معاك بكلمتين تقول لي شايله ومش شايله. يا سلام، بقول لك تعالي بقى سيبك مني ومن ميسا، انت مالك يا بنت فيكي ايه؟ ما تتكلمي. عايز تزنق روحك؟ محتاجه قرشين عشان اشتري الطلبات، ولما الزباين تدفع ابقى اردهم لك. لو النبي، ما انت عارفه لو على الفلوس خش اكبشي من جوه، انت فيكي حاجه تانية. مالك يا بنت تتكلمي. ماشي مش هقرص عليك دلوقتي، بس لما تحبي تتكلمي تعالي نشرب كوبايتين شاي وفضفضي وهاتي اللي جواكي. ماشي؟ ماشي. انا عارفه انك بتعملي كده عشان مصلحتها، لكن رحاب اختك ما تجيش بالطريقه دي خالص، دي غلبانه قوي يعني. عارفه والله، عارفه انها غلبانه ومش فاهمه حاجه في الدنيا كمان، وعشان كده قفشت عليها، وهي هتعرف ان انا بعمل كده عشان مصلحتها. ايوه بس هي بتقول انها بتحب. ده صايع وبيلعب بيها. اللي يسمعك بتتكلمي كده يفتكر ان انتي اللي اختها الكبيره. رحاب قافله على نفسها ومستنيه كل حاجه تيجي تحت رجليها. انا ما بفكرش كده. امال انتي بتفكري ازاي؟ بفكر في اللي انا عاوزاه، لازم اخده بايدي، مفيش حاجه هتستناني ولا هتيجي لحد عندي. وايه بقى اللي انتي عايزاه وعايزه تاخديه بايدك ده؟ نفسي اقف قدام الكاميرا، نفسي امثل، نفسي اسافر في كل حته وابقى مشهوره واكسب فلوس كتير. طب ولو انا قصرت عليكي المشوار ده؟ هيبقى جميل عمري ما هنساهولك العمر كله. بس ازاي يعني؟ عادي، تليفون صغير لحد من صحابي صاحب اكبر مكتب كاستنج في البلد، وبعدين انا شايفه ان انت تنفعي فعلا تبقي نجمه، وانا ممكن اساعدك. انت بتتكلمي بجد؟ انا عمري ما بهزر ابدا.
بطة خير؟ في حاجة؟ باباكي كويس؟ بابا كويس لكن أنا لأ. إيه سلامتك مالك؟ مش عارفة، صحيت من النوم لقيتني سخنة نار، قلت أجيلك تديني حقنة تبردني شوية. هتعرف ولا أروح لحد تاني؟ هعرف. جالها كام اوردر لغايه دلوقتي؟ انت بتعمل ايه هنا؟ شغال هنا ولا ايه؟ سوري يعني اكيد انت مش جاست في المكان ده. عندك حق، بتفهم في الناس كويس، اصلا مكان زي ده ما يدخلش دماغي. امال بتعمل ايه هنا؟ ماشي ورايا؟ بتراقبني مثلا؟ اوبرات اصلا بيعجبني بيدخل دماغي، ما بشيلش عيني من عليه، بفضل طول الوقت ماشي وراه. شغلتي بقى بادي جارد. بادي جارد، يعني لو في اي حد في المكان ده ضايقني انت ممكن تتصرف؟ ولا زعلك مني هيخليك؟ خلي حد بس يفكر، شوف انا احميك منه ازاي، بس اللي ما اضمنوش بقى ان انا احميك من نفسي واعمل اي حاجه تبوظ اللي بيننا. اللي بيننا؟ ايه اللي بيننا دي حبيبي؟ ما فيش اي حاجه ممكن تكون بيننا اصلا عشان تبوظ. لحد دلوقتي ممكن، بس قدام شويه محدش عارف. ممكن تعديني؟ اعدي. ريحان. يا نصر. خدي يا حبيبتي. هاتي. بسم الله ما شاء الله عليكي، اشوفك في بيت العدل يا اختي. يا رب يا اختي يا رب. يا بنت مسروعه على ايه؟ بلا نيله. طب دخلي الحاجه عقبال ما اشوف مين على البيت. حاضر. ايوه يا خبر ابيض، جرائي يا حصلت تيجي لحد هنا. انا اسفه، انا عارفه ومقدره الظروف، بس كان لازم. بس ايه؟ انا كنت خلاص محضره الفلوس وجايه اديها لك، مش قادره تصبري يومين؟ مش ده اللي انا جايه علشانه، انا جايه علشان عندي خبر ليكي مش كويس. خير الولد جرى له حاجه؟ ابنك هرب يا نصر. عليا الحرام انتوا رجاله بالاسم بس، لما فيكوا ذكر على حد. معلم وصل الدنيا ما كانتش كده. وصل ايه؟ ايه عجزتوا خلاص؟ مفيش حد فيكوا عارف يتشملل كده ويبين كرامه ويجيب لعرابي؟ يا فندينا احنا ما قصرناش، على الحرام عملنا له بدل الكمين كتير، وكل مره يزوغ منها ابن العفاريت، مش عارف ازاي. مش عارف ازاي؟ يا نوغه. ماشي يا حبيبي، خلينا احنا هنا بقى لما يغب علينا ويغربلنا كلنا. مش هيحصل، على الطلاق ما هيحصل يا معلم. تصدق ان انا ما باخدش منكم الا هتلب الكلام، لكن فعل مفيش. فادي العجل التاني ملقح اهو، صاحبه فين معرفش. صاحبك باعك يالا، ها؟ قدر البضاعة عنك، يعني أنت دلوقتي حلالي. ولا تعرف تعمل حاجة يا فندم.
يا اخي انا ما اعرفش انت وصاحبك ده جايبين فتحه الصدر دي منين. تعالى وانا اقول لك. خروف عندك اهو. جبته ازاي ابو خالص؟ بلكش فيه. حقي قلت لك اجيب. بس انا عشان جدع سيبهولي. اذبحه بقى علقه اعمل عليه شوطه انتحار. يلا صلاح. استنى يا سيد. لا جدع. لا جدع. خلاص يا صلاح. رفعت ورفعت سلطان. خلاص. وانا اللي عايز